سهلة وسامحوني كاتم عن الحق شيطان أخرس، وبتعلم منكم كتير وبشكركم. كل اللي بجيبوا أكل دليفري ما بقدر لكم، من حوالي 40 سنة كان في واحد مشهور كتير وبأنطلياسه بنته معنا، قالت لي هالبطاطا منه بطاطا وهذا الخبز منه خبز اللي بيي. سكتي قال لأبونا بيك هاي تجارته. صرنا نحنا نسألها هيدي هيك هيدي هيك، وعم ندرس عن المسيح يعني كمان بدنا نكذب. أنا حس إنه في شيء تاني. وهلأ وين ما كان في أكل ديليفري واسمه دايت فود، وهودي اللي بيجيبوه على الموتو فسروا لي إياها امبارح بس ما فهمت منيح، قال هو قاعد على الموتو وبالموتو في ترمبة موتور، هالأكل عم بيستوي على هالموتور وهالموتور عم بيضرب الأكل يلي اسمه دايت فود. انتبهوا، وهالدايت فود بيجي من مطرح أبو ساعة بيوصل عبيتها، وعنده ولد معاق عمره 12 سنة تعود لسانه على هالساندويشة. رحت لعندها قلت لها أنا بعلمك وبنعمل ساندويشات طيبة كتير، وأنا بعمل لك إياها ببيتي وبعت لك إياها كل يوم، وهيدا الصبي بيصح وهيك وهيك. قلت لي لا تعود على هيك هيك هيك، أنا تعودت عليها كمان. يعني شو هو الدايت فود يا أخوتي؟ قروا شو مكتوب عليهم. كله في MSG وكله في مونوسوديوم جلوتاد، كله ممرود، كله بأمر من الشيطان. ما راح قلكن أمريكا وإسرائيل وهي، نحن السبب. جهلنا، الإنسان عدو ما يجهل. هاي نكتة مهضومة لو احنا محشش. قال الدايت بده عزيمة، يعني بده قوة، وأنا مقضية عزيمة ورا عزيمة. تعود لسانه على هالطعمة خلاص. فإذا شو عم بيصير هلا؟ هايدي ولادنا هودي مش مشوهين ولا معاقين، بغير كواكب موجودين 6-6 وبإجرينا 6-6، شفافنا رح يتغيروا كأنه شفافك رق الفنجان. شو صاروا هيك؟ نزلوا بكعب البحر بالإنترنت وبتشوفوهم هو مميزين. ليش؟ لأنه بجسمي في 12 مسار و12 كوكب. وقت اللي اجوا يفتشوا على المسيح بلاد الفرس، وين الكوكب؟ وين النجمين؟ نجمين 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 فاتوا. هيدا رمز في 12 نجمة، بس هلأ 10 عم بيزيحوا شوي هيك وهيك، طلع لهم في ناس هيك لأنه نقوية عم بيطلع لهم. بس يصيروا 12 نجمة، هودي المسارين اللي هون 2 ميريديانز رح يطلع لي من هون ومن هون، ما بيعود يقصون. هلأ عم نقصون. هالولاد مميزين، عندهم طاقة قوية، مشتركين بغير كواكب، بسمون انديغوز تي ام اكسترا تيرستيال اي ام اللي بدكم اياه. نحن مش وحدنا بهالكوكب، وفينا انطوى العالم الاكبر. فيكم تحكوا معهم؟ نعم. او بتحكي معهم بالوحي، بتحس عم بحكيك كانه عم بيقول لي شيء، او باللمس. يخبرني انت يا ابني، هي بلبنان وهو بامريكا، حبيبي يا توني، اقول لك حبيبي انت، بدق التليفون بكون توني. انتبهوا، هيدا اسمه الحدس، انتويشن. هالحدس قوي عند المرأة، مشان هيك بتعيش أكثر من الرجال 5 سنين 10 سنين. هو بدخن انكماش انكماش. هلا المرأة بتدخن والرجال بدخنوا، اثنينهم عندهم هالحدس وهيك كل شيء. ليه؟ لأن ما بقت نحن 30-70-70-30، يا أشبه الرجال والنساء صرنا. كلنا عملية تجميل وعملية تحميل. ليك شو عم ناكل؟ كان من زمان البابا بس شقفت لحمة، وجدي وخيي الكبير، خيي صغير لا بعده صغير، أمي ونحن وأنا لا تيتا. مرة بالجمعة هيك شقف الحبيب قطعمو لحمة من الكتف ينيم وصل
شنطه هالعلم؟ هالعلم موجود بس بدك تقرا. انا ما بقرا الا اوشو، هلا عم بقرا عن علم الجسد لانه مثل جورجيف انطون سعاده كلهم عملوا توحيد بالجسد وبالساجد. اوشو قال ما في وقت، خلص غيروا الاساس، خلت نهد البنايه، اذا بتغيروا الجذور تغيرت العطور. فاذا لا بقى تشتروا اي عطر، كلكم عندكم مزهر وموارد وعندكم عطر يلي ما بعرف شو اسمه، ورقه يمكن، عطر عطر كثير منيح بالبيت، اعملوا مقطرات. شي واحد ادمي انا بعرفه حب بلبنان، ما تذكري اسمه، قاعد هو هيك شيخ، حط سيارته اعملوا لافاند، اعملوا اشي اللي ايه ريحتها حلوه، جيبوا زهورات يلي امك بتلمه لتغلي زهورات، وما تشتروا ابدا من هاي الورقه اللي بتحطوها، بيجيبوا لك اي هي بتريد حاطين بالخيط وبالورقه. انا اوقح مني ما في، بروح اقعد بهذا القهوه العساسي، باخذ معي كل اللي بدي اياهم، بشتري بحطهم على جنب وبطلع لبرا بعطيهم لحدا وانا باكل من اللي معي، بصير كله يتطلع شو هي؟ بقول له تفضل هيدي قهوه، ما بقول له شعير. طيب كثير هالقهوه؟ بقول له هالقد؟ روح كمان جملان، حطوا حبة الهيل بالشعيرة، حطوا اشياء هيك، ها بتحبوا الريحة، لبان، علكوة، الكتب موجودة يا اخوتي بس ما بنقرا. ما عندي وقت تقرا، عندك وقت تروح على المستشفى يعني؟ تقعد تزلع ادوية؟ هيدا جسدك امانة، قال المسيح. إذا كنت أمين على القليل بتكون أمين على الأكثر، بدك تكون أمين على جسدك بالأول. خذوا كلوا هذا هو جسدي خبز، واشربوا هذا هو دمي مي للعهد الجديد. مش خمرة؟ وقت قالوا له ما بقى في مبيد، قال لهم طيب حطوا مي، حطوا مي كرمالنا راحوا بيعملها بالنوايا، سكروا أكثر بمية المسيح. قال له إيمانك شفاك، لا أنا ولا بيه، واحلف الأرملة مع فلس عطيته. الذين جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم بالصدقات وبالزكاة، انتبهوا لبقى تصدقوا في أي مؤسسة إنسانية أنا عملتها، مؤسسة كبيرة عندي إياها عطيتها لمؤسسة إنسانية. ما فيني إلكم، ماني عايزتك تتلفن أو تسأل عني أبدا، بس شو عم تعمل؟ شو عم تعمل ببيت النور عطيتك إيه؟ شو عملتوا بكل هالصدقات اللي اعطيتها؟ هي بالملايين وهي بالمليارات، شو عملتوا؟ هلا عم فتش على انسان، كيف ماتوا حكام العرب؟ وكيف رح يموتوا غيرهم وغيرهم؟ 72 ملي بالنار، عم فتش على انسان، حاملي فانوسي قنديلي انا. بدنا نعيش بجماعه ما فيها ميل، يطلع الحشيش بناكل، منعيش على المن والسلوى. هبوطوا مصر، شيلوا البصل وشيلوا الثوم، هو اثنين ما تفوتون على البيت. عند الأرمل ما في شيء، ما في ثوم وكزبرة وبصل وحر يعني هيدا بي، بس تقول أمي كل ست أشهر تيتحمموا، ما عنده ريحة من شو؟ كلهم كان عندهم طاقة غريبة. أنا عشت بقبائل ما بتحمموا أبدا، شتت الدنيا. سيفن ريبلز خبرت، بعدين بدوب حاله بالمي ينشف عليه. العلي منا بالمال يا أخوتي، العلي بالعقل، أعقل وتوكل. هذا مال القوم، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. من أم جبيلة أرجيلة جبيلة، تنفس ساعة مثل الأطفال ومشي ساعة خلص، زدت الدواء وشم الهواء. هلأ بلبنان تحت الألف متر ما في هواء، إيه ده منه هواء، تلوث يعني غريب عجيب. شو عم نعمل؟
لأنه عم بيزتوا كيميكلز كلها وباودرز والأشياء. فإذا وقت اللي بتشوف إنه هيك أولاد عيدايون هني مبسوطين فيها لأنهم عم بيشرحوا لهم أنتم من أي كوكب وكيف تعيشوا هيك وكلنا رح نكون هيك، وعم بيشوفوا بيعيشوا مع الناس يلي من غير كواكب. هلأ هيدي حقيقة مش بس بأمريكا صارت، عم بتصير بمطارح كتيرة. شو هي؟ كيف يعني هيدا؟ لازم ينزل مي، ليش ذهب؟ الأرض مثل ما فيها مي فيها ذهب، هالذهب عم بيدوب بسبب هالبراكين اللي عم بتصير وهالهزات وهالزلازل وهالإشارات اللي عم تجي. فاتي بالأساطر، من الأساطر تفتحها عم تنزل هيك. ميتشو عم بيشرحها بيقول مثل ما في مي في ذهب في ألماز في كله، ولكن الأرض ما بقى عم فيها تحملهم مثل ما هن، قد ما فركشناها لهالأرض وعم تهتز تفركشت، لا المي مي ولا التراب تراب ولا الألماز ولا الفحم ماشي، الشجر عم توقع خلاص. كنا 300 مليون من 3000 سنة، 300 مليون 7 مليار كيف تحملنا؟ جسمي فيه يحمل 2000 كيلو؟ لا. مرة بعتني ميتشو تطبخ لوحدة 900 كيلو، هو جرايا قاعدة بالفرشة 900 كيلو بلا عمليات بلا شيء أبدا. قال لي أنت بس بخي، وعطاني أي نقط يبعت لي، ما كان في فاكسات ولا في شيء أبدا، لا موبايل ولا شيء، تليفون بالبيت. أنا أطبخ تحت كل شيء تعمله هيك، لقيه عم تبتسم. أنا كل يوم اشتغل على ميريديان مسار، اكبس اكبس، انا اقول بقلبي لا اله الا الله تربيع. الاول اطباء تركوها انه شو جاي انا اطبخ لها، بعد عيش من الاكل. بس في طبيب شاف اشاره بهالمره وصار يجي، قلت له ليه عم تجي؟ قال لي ما بقدر اقول لك فوق العلم. بعدين قال لي شفت اشاره، قلت له انت مرآت انا لك ري كيرليان وهو هو هو وميتشو اللي بعتني. صارت الضب الضب مثل بالارثوذكس بون فام، ضب شعرك بضب عقلك. الحبيب محمد تجديله، نحن كلنا كانت أمي تجدلنا، وبعدين نروح على كنيسة خلدة يقصوا الشعر للصبيان وللبنات ويعلقون بالشجرة وبدو ما بمر نهرة لأنه يندروا هيك، يلا قصوا الشعر كله تجديل. أنا بهالميريديانز بعدين صرت علمها إلها، قلت لها ليك أنا بقول كلمة بالعربي وأنت قوليها، أنا بقول لا إله إلا تقول، أنا بقول هالثلاثة أنت قول الله تشيل إيدي. يا أنا صار يجي هي طبيب قال لي مريم بتسكر المستشفى، ما رح يكون اسم المستشفى أهم مستشفى. صارت الضب 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 لأن شو ما بقى بدها تعمل تحت طبيبي، جيب نوني بس صارت حوالي 400 كيلو. إجا ميتشو
قال لازم تكون بين 80 و85. قلت له بيقدر حدا غيري يعني؟ قال لي بتضلي هون. بس أنا انبسطت معه وصارت تجي الأطباء وصار يجوا، يعني من سكر المستشفى، يعني من خزق شهادتنا، يعني ام اس مورشيت بي اس بولشيت. قلت له هيدا علم إلهي، وقت بتحط إيدك بتتناغم كل الجلد، وقت بيقولوا جلده وغيروا له جلده، بيتناغم كل الجلد على هاي الطاقة بيقويها بيقويها بيقويها. هلا أنا كلت توم، حطيت سن التوم بتمي، ما هي كله عم بيكلون، فات بالدم وبالمي وفات بكل جسمي، انضرب كل جسمي. كلت لحم خنزير هيك، في أكل ما لازم ناكله لأنه نحن هلأ منا قوية مثل بيي من 100 سنة و200 سنة، ناكل قليل واللحم نظيفة، خلص عم الفساد. هلأ بدك ترجع يوميا كاسة قمح، انت شو بلدك؟ نحن قمح وشعير بلبنان، قمح وشعير كامل. وشو بتعمل؟ تتربع، فوت على التربع، تربعوا جمدوا ونحط هالرز. انت عندك رز؟ رز كامل، حط هالرز بتمك مضغون، ما تبلعون مضغون. سبع سنين على ايام الولد تيروح على المدرسة، ناكل قتلة يعني، بس انه من بيي وامي وستي وجدي وهي. هلا عمره 20 يوم بيروح على الجاردوري، 20 يوم بتبعته على الحضانة، 40 يوم ما حدا بيشوف الطفل الا امه وبيه. تخلصي 40 بخير. هلا في علم يا اخوتي، علم المربع، علم الاعداد، علم الارقام، نيومرولوجي، letters and numbers. Remember, you are not a number, you are a member. تذكر انت منك عدد، انت عدة. فاذا اليوم منقول لكل واحد منا السلام عليكم، وعليكم السلام. بس عرفي السلام عليكم 11 باب، واو عليكم السلام. فوتي لجوا، شو عملت اليوم مريم لمريم؟ مريم لأم الأرض، مريم لأبره. انتبهوا، كان في طفل ضل يلعب تحت الشجرة، بعدين صار على المدرسة إجا يلعب تحت الشجرة، قال لا بدي أعمل مصاري، قالت له بيع التفاحات، صار بيع التفاح، بيع طش الشجرة، عمي شخطورة، عم طلع مصاري وهيك وهيك وإجا. قلت له أنا مشتقت لك. قال له شو مشتقت تاني؟ أنا طلعت مصاري وكل شيء وتعيس كتير ورحت وسافرت وعملت شخطورة وعملت سفينة وكلها وكلها وجاي لعندك. قال له شو يعني بك تعطيني؟ ما في شيء تعطيني، عندك هالجزء. قلت له إيه، أنا ناطرتك تحت الأرض، إذا ما رحمتني فوق الأرض ما رح أرحمك تحت الأرض. ارحموا من في الأرض يرحمنا من في السماء. النملة، البرغشة، العنكبوتة، كل شيء بتشوفه. كنت أنا الصرصور يعني فيل بقبل، بس صرصور هلا ما فيني اقتل شيء حطيت بلليع، ما فيني، ما فيني رشهم تيموتوا. نملة هالقد صغيرة بقلها ولي كيف طلعتي على الطابق الخامس؟ ولي هاي البطيخة بتاكليها وهي ما بتاكليها، شو السبب؟ وهي التفاحة ما بتفوت فيها ما بتفوت. سكروا كل البلليع، انتبهوا ما تفوت الحيوانات على البيت والحشرات وكل هو، بس لبسيني الكلب بضل برا وأكلك نظيف. مسحوا الأرض بس بمية الصابون، كله هيل بتجيبوه تتمسحوا فيه مدري شو بتحطوا هيك وهيك وهيك، كله ما تجيبه، كله سموم بتفوت فيك، بتصير انت عندك إحباط. كلنا عنا إحباط، بس يجي الإحباط شو أكلت؟ وين رحت؟ حط الكتاب على جنب، أنت الكتاب. أنا بلعب اللعبة كتير، عندي تارو كاردز أنواع كتير مثل ما شفتوه، بلعب بقول اللي أشوى لك اللي سينجل بوينتدنس. يا حبيب قلبي كيف بتصيب ليك؟
ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شو معنيت أقولكم؟ الدائرة رقمها 54. كل واحد منا كيف عنده هالعين اللي بتقدر تصيب. ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. في نقطة واحدة دائرة وهيك. وانت فيك تكون حر، اعمل النقطة بالأول وبعمل اعمل الدوائرة. ما بدها. The learned has to go to the vital. انت المتعلم روح للاشياء المهمة. والبلاستيك كمان، البلاستيك حتى البلاستيك كمان روح للحقيقة. فتش على الحقيقة. نعم، واحد اسمه سراها هو اللي حط علم الرجل القوام، هو اللي لقى علم الصوفية. نعم، سراها من الناس اللي قال في توحيد بكل العالم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا كلنا أخوة. قال له كيف؟ قال له كل ما شفت إنسان هيدا أنت هيدا أنت هيدا أنت. شاف مرة جميلة كتير، قرب لها قالت له أنا كمان. قال له بس تنيناتنا بدنا نفوت بعلم هالتوحيد وأنا رح أعلمك. علمها. مش انت ترمي، الله يرمي. انا ما بدي احبك جسديا، بدي احبك كلك مثل ما انت وانت كمان. شو ما صار ما منموت، ما في موت، بس منحترم هالجسد ونعطيه اللي حاجاته اللي بده اياها. ما منفوت بالشهوات. شو حاجتك؟ اكتفيت. ومنعيش مع هالجماعة وعرف عليهم. بهالجماعة ما في أمي وبي، عمي وعمتي، كل الولاد ولادنا، كلنا منأكل من الأرض، وكلنا منعرف إنه ما في حياة إلا بالتوحيد. نعم، الجماعة هي جماعة روحية، جماعة فيها نور، جماعة فيها شر وخير، ونحن اللي بنشيل هالشر والخير ومنوحدهم. ساعتها لما بصير في توحيد بنعرف انه هيدا هو الدين. الدين هو التدين الالهي، الدين هو الواحد والاحد، كلنا معه، كلنا بهالوجود. انت مسلم انت مسيحي، للمسيح مسيح. بهالمرة وصار يجي، قلت له ليه عم تجي؟ قال لي ما بقدر، قال لي فوق العلماء. بعدين قال لي شفت اشارة، قلت له أنت مرآة أنا لألك، ري كيرليان وهو هو هو وميتشو اللي بعتني. صارت الضب الضب مثل بالأرثوذكس بون فام، ضب شعرك بضب عقلك. الحبيب محمد تجديلة، نحن كلنا كانت أمي تجدلنا. وبعدين نروح على كنيسة خلدة يقصوا الشعر للصبيان وللبنات وعلقوهم بالشجرة وبدو ما بمر نهرة لأنه يندروا هيك، يلا قصوا الشعر كله تجديل. أنا بهالميريديانز بعدين صرت علمها إلها، قلت لها ليك أنا بقول كلمة بالعربي وانت قوليها. أنا بقول لا إله إلا، تقول أنا بقول هالثلاثة، أنت قول الله تشيل إيدي. يا أنا صار يجي هي طبيب، قال لي مريم بتسكر المستشفى، ما رح يكون اسم المستشفى أهم مستشفى. صارت الضب الضب الضب. لأن شو ما بقى بدها تعمل تحت طبيبي، جيب نوني بس صارت حوالي 400 كيلو. إجا ميتشو
قال لازم تكون بين 80 و85. قلت له بيقدر حدا غيري يعني؟ قال لي بتضلي هون. بس أنا انبسطت معه وصارت تجي الأطباء وصار يجوا، يعني من سكر المستشفى، يعني من خزق شهادتنا، يعني ام اس مورشيت بي اس بولشيت. قلت له هيدا علم إلهي، وقت بتحط إيدك بتتناغم كل الجلد، وقت بيقولوا جلده وغيروا له جلده، بيتناغم كل الجلد على هاي الطاقة بيقويها بيقويها بيقويها. هلا أنا كلت توم، حطيت سن التوم بتمي، ما هي كله عم بيكلون، فات بالدم وبالمي وفات بكل جسمي، انضرب كل جسمي. كلت لحم خنزير هيك، في أكل ما لازم ناكله لأنه نحن هلأ منا قوية مثل بيي من 100 سنة و200 سنة، ناكل قليل واللحم نظيفة، خلص عم الفساد. هلأ بدك ترجع يوميا كاسة قمح، انت شو بلدك؟ نحن قمح وشعير بلبنان، قمح وشعير كامل. وشو بتعمل؟ تتربع، فوت على التربع، تربعوا جمدوا ونحط هالرز. انت عندك رز؟ رز كامل، حط هالرز بتمك مضغون، ما تبلعون مضغون. سبع سنين على ايام الولد تيروح على المدرسة، ناكل قتلة يعني، بس انه من بيي وامي وستي وجدي وهي. هلا عمره 20 يوم بيروح على الجاردوري، 20 يوم بتبعته على الحضانة، 40 يوم ما حدا بيشوف الطفل الا امه وبيه. تخلصي 40 بخير. هلا في علم يا اخوتي، علم المربع، علم الاعداد، علم الارقام، نيومرولوجي، letters and numbers. Remember, you are not a number, you are a member. تذكر انت منك عدد، انت عدة. فاذا اليوم منقول لكل واحد منا السلام عليكم، وعليكم السلام. بس عرفي السلام عليكم 11 باب، واو عليكم السلام. فوتي لجوا، شو عملت اليوم مريم لمريم؟ مريم لأم الأرض، مريم لأبري. انتبهوا، كان في طفل ضل يلعب تحت الشجرة، بعدين صار على المدرسة إجا يلعب تحت الشجرة، قال لا بدي أعمل مصاري، قالت له بيع التفاحات، صار بيع التفاح، بيع طش الشجرة، عمي شخطورة، عم طلع مصاري وهيك وهيك وإجا. قلت له أنا مشتقت لك. قال له شو مشتقت تاني؟ أنا طلعت مصاري وكل شيء وتعيس كتير ورحت وسافرت وعملت شخطورة وعملت سفينة وكله وكله وجاي لعندك. قال له شو يعني بك تعطيني؟ ما في شيء تعطيني، عندك هالجزع. قالت له إيه، أنا ناطرتك تحت الأرض، إذا ما رحمتني فوق الأرض ما رح أرحمك تحت الأرض. ارحموا من في الأرض يرحمنا من في السماء. النملة، البرغشة، العنكبوتة، كل شيء بتشوفه. كنت أنا الصرصور يعني فيل بقبل، بس صرصور هلا ما فيني اقتل شيء حطيت بلليع، ما فيني، ما فيني رشهم تيموتوا. نملة هالقد صغيرة بقلها ولي كيف طلعتي على الطابق الخامس؟ ولهي البطيخة بتاكليها وهي ما بتاكليها، شو السبب؟ وهي التفاحة ما بتفوت فيها ما بتفوت. سكروا كل البلليع، انتبهوا ما تفوت الحيوانات على البيت والحشرات وكل هو، بس لبسيني الكلب بضل برا وأكلك نظيف. مسحوا الأرض بس بمية الصابون، كله هيل بتجيبوه تتمسحوا فيه مدري شو بتحطوا هيك وهيك وهيك، كله ما تجيبه، كله سموم بتفوت فيك، بتصير انت عندك إحباط. كلنا عنا إحباط، بس يجي الإحباط شو أكلت؟ وين رحت؟ حط الكتاب على جنب، أنت الكتاب. أنا بلعب اللعبة كتير، عندي تارو كاردز أنواع كتير مثل ما شفتوه بلعب، بقول اللي أشوى لك اللي سينجل بوينتدنس يا حبيب قلبي، كيف بتصيب ليك
ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شو معناتها أقولكم؟ الدائرة رقمها 54. كل واحد منا كيف عنده هالعين اللي بتقدر تصيب. ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. في نقطة واحدة دائرة وهيك. وانت فيك تكون حر، اعمل النقطة بالأول وبعمل اعمل الدوارة. ما بدها. The learned has to go to the vital. انت المتعلم روح للأشياء المهمة. والبلاستيك كمان، البلاستيك حتى البلاستيك كمان روح للحقيقة. فتش على الحقيقة. نعم، واحد اسمه سراها هو اللي حط علم الرجل القوام، هو اللي لقى علم الصوفية. نعم، سراها من الناس اللي قال في توحيد بكل العالم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا كلنا أخوة. قال له كيف؟ قال له كل ما شفت إنسان هيدا أنت هيدا أنت هيدا أنت. شاف مرة جميلة كتير، قرب لها قالت له أنا كمان. قال له بس تنيناتنا بدنا نفوت بعلم هالتوحيد وأنا رح علمك. علمها. مش أنت ترمي، الله يرمي. أنا ما بدي أحبك جسديا، بدي أحبك كلك مثل ما أنت وأنت كمان. شو ما صار ما منموت، ما في موت، بس منحترم هالجسد ونعطيه اللي حاجاته اللي بده إياها. ما منفوت بالشهوات. شو حاجتك؟ اكتفيت. ومنعيش مع هالجماعة وعرف عليهم. بهالجماعة ما في أمي وبي، عمي وعمتي، كل الولاد ولادنا، كلنا منأكل من الأرض، وكلنا منعرف إنه ما في حياة إلا بالتوحيد. نعم، الجماعة هي جماعة روحية، جماعة فيها نور، جماعة فيها شر وخير، ونحن اللي منشيل هالشر والخير ومنوحدهم. ساعتها لما بصير في توحيد منعرف إنه هيدا هو الدين. الدين هو التدين الإلهي، الدين هو الواحد والأحد، كلنا معه، كلنا بهالوجود. أنت مسلم أنت مسيحي، لا المسيح مسيحي ولا محمد محمدي ولا بودا بودا ولا مريم مرة ولا أنت رجال. هيدا الجسد رجل وامرأة ذكر وأنثى، بتاني جسد 50-50. وقت المرأة بتكون حامل الرجال بيقول we are pregnant، أنت كمان حامل هالطفل. مش أي صبي أو بنت دخليك. قالوا لي معك صبي، شو بدي أعمل تجيب صبي؟ شو بكون سكتين؟ شو خلفتوا بنت؟ مشان هيك جاء الحبيب قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. احترم الاحترام، ريسبكت، هي الاحترام. تطلع أكثر من مرة أكثر من مرة. احترم النملة، لك شو بتعمل النمل، شو هالسر عند النمل، شو هالسر عند النحل، هالسر عند العصافير، شو هالأسرار الموجودة عند أمنا الأرض، كلها بتتناغم مع بعضها، كل الإيكولوجي. نحن إيجو. هلأ زمن الاستكبار أو الاستغفار، انتبهوا. كيف بدي شيل هالاستكبار؟ قال له ما زالك عرفته بتشيله، تعرف عليه، إن خفتم من شيء فادخلوا فيه. ليه عم استكبر؟ لأنه الفكر هيك بده. أنت فكر شيء؟ لا، الفكر خلقه الله، والشيطان خلقه الله، والإيجو خلقه من الله لحتى لي تقوى. خلاص ما تضلي قاعدي بالبيت، قاعدي مع الله، طلع روح مع الضالين وترجع ونعمل احتفال. ساعتها بتشوف الاحتفال. حتى بجهنم في احتفال. إذا ما في جهنم ما في جنة، إذا ما فيها ما فيها، إذا ما في. بس ضاع الميزان. هالصراط المستقيم يعني فيكن تعرفوا بس تقروا.
على موقع بيت الله، اللي قاعد ببيت الله ما بده عبد الله، بس بدك اقرأ. حطوا صدقات من قلبكم. إذا قاعد على النهر وفر مي، معك شكل ازرعها، بذرة بتعمل شجرة أحلى من أي بنك بنحط مصريتنا بهالبنوك. لا تملكه حتى تنفقه، ويلي ما أنفقته ستحاسب عليه، لأنه هذا مال القوم. ما تصدق في مؤسسات إنسانية. أنت روح شوف، شفت مرة عمرها 86 سنة عنا بالأشرفية هيك لحقتها، 6 أولاد ما حدا بيجي لعندها. قلت له أنت بتبعت لخبز، أنت بتبعت لفطاير، ليلى بتروح تنظف للبيت، أنا بطلع عليك، فضل أولادك علي، لأنه ما بيجوا أنا بيجي. يا ما في الأقارب عقارب. قال له مين أخوتك؟ قال له اللي حبوني وما شافوني. هيدا دورهم، يقبلون مثل ما هن. خلاص هيدا الدور بسببنا كلنا، لأنه ربينا بالجهل، والإنسان عدو ما يجهل. شيلوا هالجهل وحطوا العقل، وعيشوا مع أهل العقل. اعقل وتوكل.